طيب هنتكلم النهاردة عن بورت 3 من chapter 3 اللي هو بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن التريد بيلز as a guarantee for a bank loan. يعني انا دلوقتي هروح ادي التريد بيلز اللي معايا للبنك واخد بايه بضمانها قرض. طيب اولا هرجع بس افتكر معاكم، لو تفتكروا لما كنت بسحب اوفر درافت وانا ما عنديش حساب، اللون كان بيبقى اسمها ايه؟ لو انا سحبت لون كان بيبقى اسمها debit current account، وقلنا ان الديبت كارنت اكاونت دي ايه؟ اسد بالنسبه للبنك، لان دي فلوس البنك وبتتكتب في الديبت سايد كانها اسد. فلو انا خدت قرض مثلا من البنك ب 5000 جنيه كان الانتري بيبقى ايه؟ ديبت كارنت اكاونت وكاش. طب لو انا سددت الفلوس اللي عليا يبقى كاش وديبت كارنت اكاونت. المهم لو انا دلوقتي رحت اديت للبنك التريد بيلز اللي معايا وقلت له يا بنك دي التريد بيل جارانتي فور ده لون اللي انا هاخده منك، البنك مش هيطلع لي بالفاليو كلها لون. يعني البيل مثلا ب 10000 جنيه مش هيطلع لي 10000 جنيه، هيديني ليميت ولنفرض 60% 70% 80% على حسب ايه البوليسي بتاعت كل بنك. فانا دلوقتي هروح اودع البيلز واخد بضمانها قرض. لما اروح ادي البنك البيلز البنك هياخد حاجه مش بتاعته صح، فلازم يسجل كونترا اكاونت. هيسجل ايه في الكونترا اكاونت؟ يلا افتكروا معايا. بيلز هيقول ان انا معايا بيلز، يبقى بيلز فور جارانتي فور بنك لون whatever الرقم، مثلا بيلز ب 50000، بس البيلز دي مش بتاعتي، دي بتاعت البنك كاستمر. انا اسف، يبقى هنقول ايه؟ بيلز فور جارانتي كاستمر ب 50000. يبقى كده احنا اثبتنا ان البيلز دي مش ايه؟ مش بتاعتنا احنا كبنك، دي بتاعت الكاستمر، والكاستمر حاطط الكونترا اكاونت او انا اسف حاطط البيلز دي عندنا از ا جارانتي فور بنك لون. افترض ان الكاستمر اخد 40000 جنيه قرض. اولا احنا بناخد البيلز ونحصلها، نسدد الاماونت بتاعت القرض ونرجع باقي الفلوس لمين؟ للكاستمر. طيب لو البيلز ما تسددتش الكاستمر مطالب ان هو يدفع اللي عليه، يا اما هيدفع اللي عليه يا اما هيعمل سبستيتيوشن ويعمل ايه، يجيب سبستيتيوتد بيلز، يعني بيلز مكان او بدل البيلز اللي ايه اللي ما تحصلتش. اتفقنا؟ طيب هو جه حط لنا بيلز وقلنا ان البيلز دي فور جارانتي وبيلز فور جارانتي كاستمر على اساس ان البيلز دي مش بتاعتنا، فالبنك بياخد حاجه مش بتاعته، يبقى لازم يسجل كونترا اكاونت. البنك اوتوماتيك ياخد من العميل السيرفيس ايه؟ التشارج والكولكشن كوميشن. يبقى هنقول ايه؟ سيرفيس تشارج كولكشن كوميشن. ايه ده؟ ليه ياخد كولكشن كوميشن؟ ما في حاله ان هو هيحصل، اهو انت جايب لي بيلز واخدت قرض ماشي، جه ميعاد القرض جه ميعاد البيلز، فانا كبنك هحصل الكمبيالات، يبقى انا كده بمشي في سياسه الايه؟ التحصيل. طيب هنكتب هنا ان ده سيرفيس تشارج في الكريدت على اساس ان ده مكسب للبنك، وهنكتب هنا كولكشن كوميشن. يبقى في 300 ايجيبشن باوندز من هنا هناخدهم منين؟ من الكريدت كارنت اكاونت. غلط. ليه؟ هو اوريدي عميل ما عندوش حساب صح؟ يبقى ده ايه؟ حد يقول لي دي هتبقى ايه؟
يبقى احنا هنحمله السيرفيس تشارج والكولكشن كوميشن على ايه؟ يعني احنا كل مره لما بيجيب بيلز اللي تتحصل بناخدها ايه؟ كولكشن كوميشن سيرفيس تشارج من الكريدت كارنت اكاونت. هنا العميل ما عندوش حساب واخد بيلز بضمان الايه، انا اسف، اخد لون بضمان الايه البيلز، فالدبت يبقى ايه؟ تمام، برافو عليك يا فاطمه، هتبقى دبت كارنت اكاونت. ليه دبت كارنت اكاونت؟ لان اوريدي كاش. ازاي يا مونيكا؟ هو العميل ما عندوش حساب اصلا، صح كده؟ طيب انا جيت يا بنك اديت لك بيل و اخدت مني كولكشن كوميشن وسيرفيس تشارج، انت يا بنك اديتني قد ايه؟ اديتني لون بقد ايه؟ ب 40,000. يبقى هنقول 40,000 40,000، هنزودها برضه على ايه؟ على الديبت كارنت ايه اكاونت بتاع الكاستمر. يبقى كده العميل ده عليه 40,300 وادينا له القرض. يا اما هياخد القرض كاش، يا اما هياخد القرض في حسابه الجاري in his credit current account. يا اما هو اخد القرض دلوقتي 40,000، يا اما هياخد القرض كاش او هنحط له كارد في الايه، في الكريدت كارنت اكاونت. اتفقنا؟ طيب حملنا بفوائد الانترست تشارج، هنحملها على ايه؟ برضو على الديبت كارنت ايه اكاونت، وهنا كريدت ايه انترست. تمام، يبقى كله على الديبت كارنت اكاونت بتاع مين؟ بتاع الكاستمر. طيب السؤال بقى، البيلز اللي ب50,000 دي قدامها حل من الاتنين، يا هتتحصل يا اما مش هتتحصل. فانا حملت العميل بفايده كريدت كارنت اكاونت وكريدت انترست 1,000 جنيه. كده العميل بقى عليه 40,300 و1,041,300. البنك حصل البيلز، البنك عمل كولكشن للبيلز. طيب البنك عمل كولكشن للبيلز، يبقى هناخد احنا كاش ونسدد الديبت كارنت اكاونت بتاع العميل ونرجع له الباقي سواء كاش او في حسابه الايه الجاري. و ونقفل الكونترا اكاونت. ليه نقفل الكونترا اكاونت؟ لان احنا خلاص العميل دفع اللي عليه سواء بقى اتحصلت او اتقفل. طب لو ما سددش، لو ما سددش او انا اسف لو البيلز دي ما اتحصلتش، يبقى العميل مطالب ان هو يدفع اللي عليه سواء يجيب لنا بيلز جديدة او يدفع اللي عليه كاش. اتفقنا؟ فلو انا هفترض طيب كده حد سمعني؟ حد سامعني يا شباب؟ تمام. طيب بص يا شباب، هنقول الموضوع تاني سريعا كده. انا دلوقتي البورت التالت ده من الشابتر اللي احنا بنتكلم على الشابتر بتاع التريد بيلز. البورت التالت بيتكلم على ان التريد بيلز will be a guarantee for bank loan. يعني انا هروح احط البيلز للبنك واخد بيها ايه؟ لون. اتفقنا؟ انا مثلا هاخد معايا بيلز ب10,000، البنك مش هيديني الاماونت كلها، هيديني مثلا 60% 70% 80% على حسب البوليسي بتاعت البنك. فانا دلوقتي كاستمر رايح للبنك، احنا اتفقنا الاول ان الـ لما انا اخد اوفر درافت او قرض كان بيبقى اسمه ايه؟ كان بيبقى اسمه ديبت كارنت اكاونت، ديبت كارنت ايه اكاونت. اتفقنا؟ طيب فافكركم بحاجه كده قلناها في اول الشابتر،
لو انا رحت اخدت 10,000 جنيه كارد او اوفر درافت، فبنكتب ديبت كارنت اكاونت ديبت وكاش كريدت على اساس ان البنك اداني كارد. طب لو انا سددت يبقى كاش وديبت كارنت اكاونت على اساس ان انا سددت الكارد اللي عليا. تمام. طيب نرجع لموضوعنا، انا دلوقتي كاستمر رحت اديت للبنك بيلز ب 50,000 واخدت قرض 40,000، الموضوع ده يمشي ازاي؟ هافر البيلز للفور فور ذا بانك از جارانتي فور بانك لون، يبقى البنك اخد حاجه مش بتاعته. طالما البنك اخد حاجه مش بتاعته لازم يسجل كونترا، ايه كونترا اكاونت، يقول فيها ان البيلز دي مش بتاعتي، دي بتاعت الكاستمر وهو حاططها ليه. فبنقول هنا بيلز فور جارانتي، بيلز فور جارانتي كاستمر، والكاستمر في كريدت لان البيلز دي مش بتاعت البنك. نسحب من الكاستمر ايه الكولكشن كوميشن والسيرفيس تشارج، ليه؟ لان هو اخد بضمانها قرض. طب وبعدين، وبعدين لما يجي ميعادها هنحصلها ونسدد القرض بتاع العميل ونرجع له باقي الفلوس لو ليه باقي. طب لو محصلهاش هنشوف هنعمل ايه. طيب دلوقتي جينا قلنا ان العميل ده اخد قرض. طيب بس ثواني، قبل القرض البنك هيحمل الكاستمر بسيرفيس تشارج وكولكشن ايه كوميشن، سيرفيس تشارج وكولكشن كوميشن على اساس ان على اساس ان البيلز معايا يا شباب. طيب سيرفيس تشارج وكولكشن كوميشن على اساس ان البنك هيحصلها، اتفقنا؟ طيب نعمل ايه؟ هنحمل العميل بسيرفيس تشارج وكولكشن كوميشن، هناخدهم منين؟ من الديبت، او هنحمله ايه؟ بديبت كارنت اكاونت. ليه ديبت كارنت اكاونت؟ ديبت كارنت اكاونت عشان هو ما عندوش حساب وعايز ياخد قرض، فبنقول الديبت كارنت اكاونت بتاعه هيتحمل او هنحمله بسيرفيس تشارج وكولكشن ايه كوميشن. طيب نديله القرض، يلا قولوا لي هنعمل ايه. يبقى اللون او الديبت كارنت اكاونت هيزيد ب 40,000 القرض اللي اخده، ونديله كاش، سواء ادينا له كاش او حطينا له ال 40,000 في حسابه الجاري، وده ايه؟ وده اوقع ان احنا نديبوزيت الاماونت اوف ذا لون ان هيز كريدت كارنت ايه اكاونت. طيب بعد شهر ولا تفر اتنين ولا تلاتة هنحمل العميل بايه؟ بفايدة. يبقى نقول ايه؟ debit current account و credit ايه interest. كده العميل بقى عليه كام؟ كده العميل بقى عليه كام؟ بقى عليه 40,000 و1000 interest و300 ايه charges. حصلنا الايه البيلز، يبقى ايه اللي هيحصل؟ لو احنا حصلنا البيلز، احنا كبنك بقى حصلنا البيلز، يبقى نقول ايه؟ كاش حصلنا 50,000 كلهم. تمام. طيب وبعدين، وبعدين يلا انتوا قولوا لي بعدين هنسدد للعميل الفلوس اللي عليه. طب العميل عليه كام؟ علي 40,000 اللون و1000 انترست و300 تشارجز، يبقى هنسدد له 41,300. تمام الله ينور. ديبت كارنت اكاونت. طب واللي باقي، اللي باقي كام؟ 8,700 هنديهم للعميل فين؟ كريدت كارنت اكاونت كاستمر. طيب بس احنا عاملين حاجة مهمة قوي نسيناها. مش العميل خد القرض وحصلنا الكمبيالة وسددها ودفع اللي عليه، يبقى احنا ما عندناش حاجة اسمها بيلز ايه فور جارانتي كونترا اكاونت، ده لازم يتقفل. يلا قولوا لي يبقى هنعمل ايه؟ كلوزنج للكونترا ايه اكاونت. يلا قولوا لي نعمل كلوزنج ازاي؟ بيلز، تمام الله ينور، فور جارانتي
كاستمر وهنا ايه بيلز فور جارانتي بال50,000. طيب في حالة ان العميل البيلز دي ما تحصلتش، العميل قدامه حل من الاتنين، يا يدفع يا اما يجيب لنا بيلز ايه مكان القديمة. نزلت لكم انا اكزامبل عشان يبقى قدامكم، وهعمل سيف للفيديو ده طبعا. تمام، يلا نشوف مع بعض الاكزامبل ونشوف هنحله ازاي. مديني بالانسز للبنك، بيلز فور جارانتي يعني دي التوتال بالانسز بتاعت البنك، وقال لي ان اللون ليميت وده ديبت كارنت اكاونت 50,000، يعني من عملاء ان احنا ايه عايزين منهم 50,000 بيجينينج بالانس يعني. المهم مديني اللون ليميت 80% من التريد بيل. اللون ليميت قد ايه؟ 80%. طيب بعدين قال لي ان كاستمرز اوفر بيلز فور جارانتي ب 40,000 والبنك ريكورد 300 كولكشن كوميشن 100 سيرفيس تشارج. يلا واحنا مع بعض نحل كده بورقه وقلم. ونزلتها هبه، نزلت الاكزامبل ده، ما حدش يقعد يقول لي الصوره وحش، نزلت الاكزامبل ده بي دي اف صوره على الجروب يعني، ممكن ترجعوا له. تمام، احنا عايزين نبص دلوقتي مع بعض ونشوف هنحل ازاي. بعد ما اخلص الفيديو ده انا هعمله سيفنج، فالكواليتي بتاعته هتبقى كويسه ما تقلقوش. طيب يلا قولوا لي، نقول لك ايه نعمل ايه دلوقتي؟ امسك ورقه وقلم معايا ويلا نحل مع بعض. في ترانزاكشنز حصلت، في كاستمرز اوفر بيلز فور جارانتي ب 40,000 والبنك ريكورد 300 كولكشن كوميشن 100 سيرفيس تشارج والكاستمرز دروينجز من اللون كانت 32,000 دولار اللي هي ايه 40% في 80% اللون ليميت، يبقى خدوا 32,000. يلا قولوا لي اعمل ايه. طب اسمعوا يا جماعه، الكاستمرز اوفر بيلز فور جارانتي ب 40,000 والبنك ريكورد كولكشن كوميشن وسيرفيس تشارج 300 و100 والكاستمر دي ايه دروينج كان 32,000. يلا قولوا لي اعمل ايه. تمام يا عادل، اول حاجه هنعملها ان هم جم ادوا للبنك البيلز كجارانتي فور ده ايه فور ده لون، يبقى هنسجل كونترا اكاونت هنقول ايه بيلز فور جارانتي بيلز. تمام، فور جارانتي كاستمر، تمام، ب 40,000. بعدين هحمل العميل بكولكشن كوميشن سيرفيس تشارج 300 و100 كولكشن كوميشن وسيرفيس تشارج يعني 400. طب 400 دلوقتي العميل ما عندهوش فلوس، يبقى هنحمله على ايه؟ يعني هناخد ال 400 دول منين؟ كريدت كارنت اكاونت زي ما بنعمل للبيلز. تمام، نرمين ديبت كارنت اكاونت. ليه ديبت كارنت اكاونت؟ عشان العميل ما عندهوش فلوس، ديبت كارنت اكاونت. تمام، بعدين العميل سحب 32,000. يلا قولوا لي اعمل ال 32,000 دول ازاي؟ خدهم كاش طبعا او خدهم في الكريدت كارنت اكاونت. ها يلا، تمام، الله ينور. ديبت كارنت اكاونت يا هايدي، ديبت كارنت اكاونت. يبقى انا كده حملت العميل ب 32,000 وايه و 400 لون واخدها العميل. المسألة unrelated لان ده مش عميل واحد، دول كذا عميل and so on. تمام، فما ايه ما تربطوش ببعض. طيب يلا خلصنا كده نمبر 1. نمبر 2 بيقول لي ايه، عايز تركيز شوية. بيقول لي at maturity date
يبقى في بيلز بايه؟ باربعين الف، ملناش دعوة. تمام، لان هو في الاول المسألة مديني كذا بالانس، اتفقنا؟ بيقول لي ايه بقى نمبر 2، اقروا معايا ويلا ورقة وقلم وقولوا لي هتحلوها ازاي. at maturity date bills بعشرين الف were collected. stop. بيلز بعشرين الف ايه؟ وير كولكتد. وايل اذر بيلز بعشر تلاف وير ريجكتد. ريجكتد دفعنا بروتست 200 بس الكاستمر سبستيتيوتد در ايه؟ بيلز ببيلز تانية بتمن تلاف. while the rest paid their loan in cash. يلا شباب قولوا لي هنحلها ازاي. تمام، يبقى خلينا نقول نمسك الايه بيلز اللي بعشرين الف اللي هم كولكتد. البيلز اللي كولكتد دول هنقول ايه؟ خدناهم كاش عشرين الف، نسدد ايه؟ الفلوس اللي على العميل. يعني ايه؟ كل ما يجي لنا فلوس نقول للعميل ده من اللي عليك، يبقى الدابت هنا هيبقى ايه؟ الكريدت انا اسف هيبقى ايه؟ تمام، هيبقى الدابت current account بعشرين ألف. ستوب ستوب ليه ستوب؟ قولوا لي أعمل إيه؟ يعني إيه تعمل إيه دلوقتي إحنا؟ تمام، ديبت كورنت أكاونت. تمام يا نغم وتمام يا مونيكا، بس في حاجة بقى مهمة. مش احنا حصلنا للعميل كمبيالات بعشرين الف، لازم ايه؟ نكنسل الكونترا اكاونت بتاعهم. ما تنسوش الحتة دي، لان دول اتحصلوا خلاص، فالعميل مش عايز مننا حاجة او احنا مش عايزين منه حاجة. بيلز فور جارانتي كاستمر وبيلز فور جارانتي بالبيلز اللي هي ايه؟ العشرين الف. تمام، طيب ستوب. ليه؟ قال لي في بيلز بعشر تلاف ريجكتد، اترفضت. طيب ريجكتد and the customer returned to customers with protest 200. some customers substituted their a their bills. يبقى اعمل ايه دلوقتي؟ في بيلز بعشر تلاف ريجكتد، اترفضوا. طيب اترفضوا يعني انا هكنسل الكونترا اكاونت. تمام، بيلز فور جارانتي كاستمر بيلز فور جارانتي بعشر تلاف. ها يا كاستمر هتعمل ايه في البيلز اللي اترفضوا؟ قال لي طبعا احنا قبل ما بنرفض بندفع ايه؟ بروتست. فنقول ايه؟ بروتست فيز كاش. احنا كبنك دفعناهم وبعدين نقوم محملينهم على العميل نلغي البروتست لان دي مش مصاريف ريليتد للبنك، ونحملها على العميل. هنحملها على ايه؟ كريدت كارنت اكاونت؟ لا، ما هو ما عندوش كريدت كارنت اكاونت، يبقى دابت كارنت ايه؟ اكاونت. كله من اللي عليه ولازم يقول لك يعني. تمام، طب البيلز اللي بعشر تلاف جنيه دي اللي اتكنسلت عمل ايه؟ قال لي بص، البيلز اللي بعشر تلاف جنيه اللي اتكنسلت حاجة من الاتنين، في كاستمرز جم عملوا offer another بيلز بتمن تلاف in exchange for the rejected bills، وفي another customers paid their loan اللي هي بيلز بكام؟ بألفين. طيب
انتوا بقى اللي هتحلوا لي المشكله دي. الكاستمر اللي جم ادوني بيلز جديده، دي سهله ما فيهاش حاجه. هنقول ايه؟ بيلز فور جارانتي، ما هي بيلز جديده بتاريخ جديد بقى، ونحسب عليهم انترست وات ايفر. تمام، بيلز فور جارانتي، بيلز فور جارانتي كاستمر، دي البيلز اللي ب 8000 اللي اتكنسلت. طب البيلز اللي ب 2000، قال لي الكاستمر دفعوا الفلوس اللي عليهم كاش. طيب قولوا لي بقى، دفعوا كاش يعني جم دفعوا كاش وسددوا اللي عليهم بين ال 2000 دي كانت ريليتد لكاستمرز ببيلز ب 2000، دفعوا اللي عليهم ديبت كورنت اكاونت. طيب السؤال بقى، اكتب 2000 دفعوا 2000 ولا هتبقى غلط؟ فكروا وقولوا لي. ايوه ماشي، اتفقنا عايد الكاش وديبت كارنت اكاونت، اتفقنا انا معاك. ب 2000 ولا كام؟ يعني ارجع تاني اقول لك ايه، ان في ات ماتيوريتي دي البيلز اللي جاي الماتيوريتي بتاعها 20000 كولكتد وال 10000 ريجكتد، والريجكتد ده رجعوا للكاستمرز ويز بروتست. بعد كده جم عملوا سبستيتيوشن ب 8000 والباقي دفعوا ذير ايه؟ ذير لون ان كاش. الله ينور عليك يا محمد يا طارق. هم البيلز دي كانوا واخدين بيها كلها لون؟ لا، ما كانوش واخدين بيها كلها لون، هم كانوا واخدين لون بايه؟ برافو عليكم، بالليمت الاولاني اللي هو 80%. يبقى 2000 في 80% يعني هم كانوا واخدين قرض بس 1000 وكام؟ 1600 من التوتال اماونت اوف ذا بيل اللي هي ايه؟ اللي هي 2000. ونستنى بقى. طب العشر، انت قلت لنا في الاول ان هم 40000، دول 30، العشرة لسه الماتيوريتي ديت بتاعتهم ما جاتش، ما ده بعامل التوتال كاستمرز مش بعامل كاستمر واحد. المهم قال لي ان الديبت كارنت اكاونت برضو بتاع الكاستمرز وريتشارجد ب 800 انترست، في 800 انترست و200 سيرفيس تشارج. يلا شباب، دي من الفوائد اللي احنا هنحملها على العميل. يبقى هنقول ايه؟ ديبت كارنت اكاونت 1000، كريدت انترست وسيرفيس ايه؟ تشارج 800 و200. يبقى ده التوتال ده ايه؟ ديبت كارنت ايه؟ اكاونت. ووقف معايا الترانزاكشن ايه؟ لحد كده. تمام؟ انا هعمل سيف للفيديو ده، وبعد ما تراجع المساله، تراجع الفيديو وبعدين تراجع المساله اللي احنا لسه حلينها دلوقتي، هنزل لك مسألة assignment تحلها لي، هديلكوا دلوقتي ساعة الا ربع على الموضوع ده.